اقلك شيء، انا كثير معصبه منك. ليش؟ شو قلت لك يا ساتر؟ لان وقت ما كنت صغيره كنت اعمل هيك باصابيعي هيك كرمال يطلع لي غميزات. فانت عندك اياه. شو بدي اعمل؟ في كانت مشتركه معنا بعدها هي موجوده نديم خطيب، حكت لي مره انه ملح زين كان يوم ضيفنا الله يطول بعمره، فحكت لي انه صار عنده غمازي مش عارف صار حادثه معه زمان وفات قضيبه. قلت لها الحمد لله انا صار معي حادثه ولا شيء، خلقت هيك من على فكره على مواقع التواصل الاجتماعي كثير عم بيشبهوكم لبعضكم انت وملح زين، يمكن بسبب الغمازات. يعني انا لي الشرف انه شبهونا لفنان كبير مثل ابو علي ملح زين حبيب قلبي. صح، هو هلا كمان بالحلقه كان عم بيشيد بصوتك وعم بيقول انه قديشك موهبه، يعني هي شهاده بحتفظ فيها من كل قلبي. أمير خبرنا كيف كانت اليوم الحلقة بشكل عام؟ الحلقة كانت كثير حلوة مع الضيف ملحم زين ولجنة الحكم اللي بجننوا، بس كمان كانت محزنة، يعني محزنة لأنه غدرونا اليوم. مزبوط، الزمالي يعني غدرونا، بس كانت كثير حلوة إنه رجعتنا لطفلتنا، حياتنا القديمة اللي كنا عايشينها، البساطة اللي كنا فيها. ما كان في عندنا هم ولا إيش نفكر فيه، هو الألعاب للعب بشوارع فلسطين. بالضبط، صغار هذا هو اللي كان يعني نفكر فيه، انه نحضر برامج يعني نلعب، بس هي كانت حياه ببساطه، ما كان في تفكير كثير، فما كنا نفكر في، ما كان عندنا كثير التزامات زي اليوم، بس كل جيل له. صح مزبوط. امير انا بعرف انه انت قريب من كل المشتركين وصديقهم كلهم، كرمال هيك رح اعملك امتحان رجعك لايام المدرسه شوي. رح شوف اذا رح تنجح بهذا الامتحان اي او لا. رح اسالك اسئله بدك تعرف مين هذا المشترك اللي انا عم بحكي عنه. مشترك برج الحمل. برج الحمل، انا هي مشكله الابراج مو كثير معه، بس انه برج الحمل خليك شوي معي. عمار. عمار. اصغر مشترك بأرب ايدل. مهند. اكبر مشترك بأرب ايدل. محمد بن صالح. اكثر مشترك مش محمد بن صالح هما مزبوط. اكثر مشترك موسوس بالنظافه. كمان هما. هواياته الرسم او هوايات الرسم. هوايات الرسم مهند. لا غادرت اليوم. اسراء صح. المشترك أسرق. الاكثر مرحا ونشاطا صراحه عمار. مش داليا. داليا المشترك والمشتركه. المشتركه داليا شوي. داليا كثير. نجم المفضل كاظم الساهر. نجم المفضل كاظم الساهر كوثر. مش سامع. عم بغششك. كوثر. كوثر مزبوط. مشترك تم انقاذه بشكل مفاجئ او مشتركه. شو هي؟ مشتركه تم انقاذها بشكل مفاجئ. نديم صح. مشترك رزق بمولود مؤخرا. طبعا حبيب محمد بن صالح اخوي. كم علامه بتاخذ؟ 9 10 او 8 10. برافو، بتعرف كل المشتركين اجمالا. 0 1 2. قد ايه اخذت من 1 ل10؟ يعني تقريبا 8 10. الحمد لله مش بطال. كنت شاطر يعني بالمدرسه. مش بطال. انا كثير بدي اتشكرك، انا كنت معي اليوم. بدي اقول لكل المشاهدين انه يتابعونا دائما لايف بعد كل حلقه سبت، تنكون لايف سوا عبر فيسبوك أرب ايدل. اكيد رح يكون معنا مشتركين جداد، مفاجات جديده. خلينا نقول باي سوا.